أعزائي المستمعين، نتابع بما تبقى من البرنامج ونرجع لشاعرنا عبد الله صقر. نعم طال عمرك. كمل لنا القصة. هاي القصة. نعم. لوين وصلنا احنا؟ عقب المنزوف. عقب المنزوف. كريم من الأجواد لابس حللها. نعم. من زمن حاتم وابن مامح اعتدالها. وبخيل كمادر أو حباحب شعلها، نار بحذر عن لايبين اشتعلها. انزين حباحب هذا تكلمنا عنه. نعم. اللي هو المنزوف تكلمنا. انزين. وفيهم من أفرس من عتيبة وسلها. معروف هذا فارس من فرسان تميم. نعم. زين عتيبة اسمه. نعم. آه. فأنا أمسك للأشخاص أقول لهم فيهم. لا والله شيء طيب يعني. فيهم شيء طيب. فارس ومن أفرس الشخص هذا. نعم. وفيهم من جبان يعني الناس متفاوتة. صحيح الناس ما كلها واحد. نعم. الناس أجناس. نعم. وهني عن الدار أوصيك لو يدمي ذراعك نصلها عز الديار ولا تدور بدالها. نعم. واستعنت في مثل سابق او بيت شعر مثل ما تقول. نعم. داري ولو بارت علي عزيز. عزيز. نعم. وهلها كرام. اهلي ولو ظنوا علي كرام. وهلها ولو بخلوا علي كرام. ظنوا. نعم. ظنوا علي كرام. 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 انزين. فانا قلت الدار وين بارت عزيزه بهلها. الدار وين بارت عزيزه بهلها وهلها كرام. وعزوتكم رجع لها. صحيح. ترى ما بينفعك حتى غير 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 أكيد. دارك واهل دارك أكيد. لا تعتزي بالاجنبي. صحيح. زين اللي حواليك. نعم نعم. وعز الدار شيء معروف. شفت ومهما زين شفت من الدار مهما تكون في فقر في عوز اصبر. صحيح. اسمع وخلص للدار هذه الدار هذه الارض هذه اللي انت عشت فيها وطنك امك هذه نعم. امك نعم هذا اللي ربتك انت مشكور عبد الله وهذا اللي بتحميك انت وبتحمي اجيالك نكتفي عبد الله بهذا الغدر نكتفي جزاكم الله خير نسمع ابو حمد نسمع معكم قصيده يا مرحبا ابو حمد مرحبا تفضل يقول ما بل وطن يا مرحله وخلاني خلاني صدقان قلبي هالوفا والاحساني ما طيق فرقاهم دقيقه تراني ما بل وطن يا مرحله وخلاني خلاني بتبع اثاريهم بسير وياهم من وين ما يبغون ابغي وياهم من بعدهم ما زال جفن عياني ما بالوطن يوم رحله وخلاني أنوح مثل الطير فوق عواده مولوع قلبي بالحبيب زيادة ليل ونهاري مقتبن حزناني ما بالوطن يوم رحله وخلاني روح وسال الدمع فوق ثيابي والزاد لي والمشروب لي ما طابي فاسباب يلي بالهجر جافاني ما بالوطن يوم رحله وخلاني يا ويل ويلي من بعد مظنوني الافراق خلاني شر المجنوني اهون في سيح خلي ودياني ما بالوطن يوم رحله وخلاني حالي غدانا حل شر الميهودي مسحوب دمي من صهر مبيودي مصطاب ومجزر الحال تراني ما بالوطن يوم رحله وخلاني العواق اللي حلت بيه جتاله خلت شبابي حالته ما حاله حتى كلامي ما يشل لساني ما بالوطن يوم رحله وخلاني ما خوض قلبي والفكر وهوادي عوقي غبي في جثتي يستادي وانا من هذا المرض شجياني ما بالوطن يوم رحله وخلاني من حب غرشوب ان الدين عوده يعلي ربي بالسلامه يعوده برتاح منا ليل فوحياني ما بالوطن يوم رحله وخلاني غرياب في المشي طليب منايه تزهيب الكفين لمحناية ما ريت من مثل خلق فناني ما بالوطن يوم رحله وخلاني طيب يرحب ليل فيت زاير يكرم الضيفان شرح الخاطر ما يضيق باله دايم من فرحاني ما بالوطن يوم رحله وخلاني وانا هويته من صخات اطباعه قلبي تولعنا وصرنا ارباعه قلبي تولع به وصرنا ارباعه يوم ما أجيله في محلي جاني ما بالوطن يوم رحله وخلاني يسوى معي عيني وعمري وروحي حبة سطا بين الفلك والصوحي قلبي عليها لك ضما عطشاني ما بالوطن يوم رحله وخلاني يا ليت يذكرني حبيب هوادي ويطفي الحرارة لي في وسط كبادي بخضع وبسخيلة عطول أزماني ما بالوطن يوم رحله وخلاني باكون تحت أمره مديم الغالي وأنا في شورة وهو علي والي يحكم وطيعة واقف اللي تراني ما بالوطن يوم رحله وخلاني يا مروسيدي حاضر اللطيعة محبوب قلبي في الغرام ربيعة
ما اريد غيره في المحبه ثاني ما بالوطن يوم رحله وخلاني اللاني. يا مر يا مر وسيدي حاضر يا مر وسيدي حاضر الا طيعه محبوب قلبي في الغرام ربيعه ولا اريد غيره في المحبه ثاني ما بالوطن يوم رحله وخلاني ويعود من بعد الغياب وياتي برتاح من الضيقات والعلاتي ويرد عقلي المنتهب واذهاني ما بالوطن يوم رحله وخلاني بفرح وبنشر له اعلام الديره وبشارته لي من تقن ذخيره حالي له حتى نظر لعياني ما بالوطن يوم رحله وخلاني والختم صلوا عد شرت الرايع واعداد ما جر الحمام بصايع واعداد ما يهطل هميل امزاني ما بالوطن يوم رحله وخلاني. الله 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 القصيدة روحها على بحر بعد غير بيض الله وجهك يا محمد. ما حدث قصيدة طيبة لا قطعت فيها بعدنا لا لا من الماضي هذه قصيدة من التراث جميلة جميلة صح والله حاضرين انا عندي قصيده وبهديها لمنتجنا اسامه يستاهل الربع اللي وياه في الكنترول ونعم ونعم سبعة انعام يستاهلون الربع نعم. اقول يا ليل يا ورد هذا الليل قفى ولايت لايت وين الشذا وين العطر وين ناسه يا ورد زل الوعد ولا تناسيت يا ورد زل الوعد ولا تناسيت طل الفجر والجسم والجفن يلفظ أنعاسه إلا على ذكر السهر كم خاويت كل ما طفى همي ضوت انتكاسه وادعت نجم الليل وسرى وتميت أرقب متى ذا الوعد تعلن أجراسه يا ورد منت الأول في قائمة ليت قبلك جفاني الحظ غصب وغلاسه يا ورد منت الأول في قائمة ليت قبلك جفاني الحظ غصب وغلاسه حاولت تعديل الوضع لكن أبطيت ما أدري خطأ تخطيط ولا نحاسه يا ورد هاجمني زماني وصديت له على ضلع الصدر حد فاسه يا ورد هاجمني زماني وصديت له على ضلع الصدر حد فاسه ضميت ما في داخل النفس وخفيت والما درابي قال يا قوة باسة وانا على ما قيل لا حي لا ميت لا لي امل واقف ولا طاح ياسة يا ورد ما هي فارقة رحت هويت دام الصبر ضافي علي الباسة ما اخذ من دروس الزمن يوم وصيت كلنا خيط الثوب حسبة قياسة. جميل 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 حمد. عليك جميل. أبيات جميلة. حسبة قياسة. يستاهل المخرج ويستاهل. لا والله شيء طيب شيء طيب. محمد ما شاء الله عليه. لا بياض الوجه. إنزين. قصيدة بياض الوجه. والمحمدين. لطف الجو يعني. لا ما عليه. حقيقة يعني. ما عليه. كل ما حسينا بكعبة شوية. كلهم. قصيدة منهم. إحنا تلاميذكم. كل ورد عندهم. ورد يا الزهر يا الفل يا الزهر يا الفل يا ورد الربيع يا ربيع نعم يا الزهر يا الفل يا ورد الربيع يا الشذاء برياحك تغذي النسيم انت نبع الحب والنوع البديع وانت من مثلك يا غالي عديم ما رأيت في عالم الكون الوسيع الجمال اللي اعطاك الله عظيم مالكات الحسن ما حسنك تضيع لو تراك الشمس منك تستضيم من الحلال يفيك والطبع السنيع كأنك تربيت في دار النعيم الله الله لك بشاشة خاطر وقلب شفيع الله وابتسامة تشفي القلب السقيم قلبي في حبك يا محبوبي وليع وانت لي مذكور يا الغالي يا رحيم أطلبك يا راعي العود الرفيع بالزيارة واصل محبك مديم يا الورد يا الفل يا زهر الربيع يا سلام يا سلام ذكرتنا بالورد إذا في فرصة فيما بعد سمعنا نص الحسن نص الحسن إيه بيختمها شو تبى الحين انت قول لي شو تبى من قصائد اول قصيده في الديوان نص الحسن شنو مالك الله خلق نص الحسن في عيونك الله خلق نص الحسن في عيونك إيه صحيح جميله الله خلق نص الحسن في عيونك ايوه والنص اللي باقي توزع على الناس ما شفت لونه يعني في الملامس لونك وهذا العالم كل ما اخذين النص بس الله خلق في عيونه في عيونه هو حسن في عيونه الله سلم سرطان شاف حورية لا حط في عيونه عيون الشخص يعمل في المناطق بس ما موجود أنا بني باللي تبغى أنت تقول خير إن شاء الله الحلقة اللي جاية إن شاء الله قول الله خلق نص الحسن في عيونك والنص اللي باقي توزع على الناس
ما شفت لون في الملام مثل لونك إن كان هالجنة شبيهك فلا بأس مزيون يطمع في جمالك زبونك كلك حلو من كاعب الريل للرأس الله 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 ما شاء الله لسانك أبيات منها خفيفة يا سلام عليك يا سلام نعم. بس مع الأسف إن اللي طبعها غلط في الطباعة ترى يلا بتعدل إن شاء الله كاتب منها اللي بتعدل بتعدل لي صح يعني أفا عليك الشخص اللي ما يفهم ما يعرف الشعر إيه طبعا يتصعب عليه طبعا شعرنا الله حجة زايد ما أنا بنتقدم منها هلا 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 ما قصر زايد ما قصر لا ما قصر هم يا نديب عيل سير صوب الغضيب لو سلامة ياتكم يا نديب عيل سير صوب الغضيب لو سلامة السماوات يا هذا يا ويا يا بي
العالم. رجل معذرة. يا أبو طوالك طول عمرك قديمة. لا تشكى على المرة كفيت. والقديم مرغوب هو الحين في الوقت الحاضر. إيه والله. لأنه ما حد سمعه في الأول. لأنه ما حد سمعه. ما حد سمعه. نعم. طبعًا ما حد سمعه. زين جزاكم الله خير. الرجال يا بتعرف على. الله يطول عمرك. طبعًا لأنها مجالس الشعراء هي اللي توصل المعلومة. نعم. سمعت كيف؟ مجالس الشعراء تجمع الشعراء صح. وكل حد يجيب معلومته تجمع بين حاضر نعم. وماضي نعم والحاضر يعرف عن الماضي ايش نعم نعم لما الماضي ما له حاضر نعم نعم لان كل واحد عنده معلومه نعم صحيح والمجالس هذه يعني يهيج ما نعم. ما عنده نعم والناس تسمع لا الناس ما كلها فاهمه الاشياء هذه صحيح. فيها من ناس فاهمين نعم ولكن نعم. في ناس بعد ما وصلت من المعلومه يعني ما مرت عليهم صحيح نعم جزاكم الله خير لا تنسى محمد تكنولوجيا نعم. مره طول عمرك واحد رجال كبير ورجال يعني شيخ طلب منه ونه نعم قال باكم تغنوا لي ونه قلنا ان شاء الله احنا عارفين الونه ايش نعم يوم يغني ونه قال لا ما هي يا رجال ترى هالونه هيد انت طلبت ونه لكم انتوا اصحاب الونه وعارفينها قال لا انا بالونه لانت غنيتوها في التلفزيون انا سمعت ونه قلت ترى هي هذه الونه احنا غنينا الونه ذي وغنينا طواري وغنينا شلات وغنينا سياع اخر شيء اتضح ان الرجال يبى سيع يبى سيع ما عارف الونه شو يعني شوف رجال كبير ما عارف الونه من الشله من الطارق من السيع نعم صحيح كلام معقول صحيح كلام صحيح ايوه فالناس الحين المفروض انهم الناس يعرفون واحنا نعلمهم انه انا عندي قصيده والقصيده ذي بشلها بشله السيع نعم. ولا بشلها بشله الردح ولا بشلها بالونة. بشله الطارق ولا بشلها بشله نعم. ولا ونه نعم. على اساس الناس تعرف انه التغروده نعم احنا نعم. نعم. نبغى البرنامج هذا لازم نعرف الناس صحيح. صحيح. والله يطول عمر نعم. الشيخ سلطان نعم. محمد القاسمي اللي سووا جمع الجماعه هذه نعم. كلهم عشان يتكلمون الشهاده يطلعون التراث الله يطول عمر محمد يعني بذل الجهد نعم الله يطول عمره جمع الشعراء وجمع هذا شيء طيب الحقيقة نعم أنه شيء طيب وأنتوا جزاكم الله خير نعم قصري ولا أنسى الإدارة بعد هنا في الشرقية نعم والمخرجين وراء الكواليس بادلين جهد نعم يعني نعم من مدير ومن وكيل ومغير نعم وكلهم نعم الحمد لله لا العرب ما مقصرين وتجعين هذا الشيء مصورين ومغير مصورين كلهم ما نعم حد مقصر مسؤولين كلهم قايمين بالواجب شوف في الميلس هذا من إدارته ومن شعراه نعم. ومن المسؤولين الموجودين كل حد يقوم بالواجب ومن صاحب السمو جزاه نعم. الله خير نعم. وحث الناس على نعم. الاجتماع وإحياء التراث وتعريف الناس عن ايش معنى التراث نعم مطلوب مطلوب لا تنسى ان برامج الشرقيه هي انفردت بهذا البرنامج نعم. برامجهم كلها هادفه كلها لا برنامجنا نعم. وصل بعد الحمد لله الحمد لله هذا نعمة من رب العالمين عالميا يعني وصل ما شاء الله وصل اعزائي المشاهدين فاصل قصير.